اهلا فيكم محاربه 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 في حلقه جديده من حلقات برنامج محارب الدهون. ان شاء الله اليوم حنتكلم على مرض السكر وعلى تمرين مريض السكر. تخيل عدد مرضى السكر في العالم 336 مليون، ويقول لك في سنة 2030 ممكن يرتفع هذا العدد إلى 550 مليون مريض سكر. تخيل أن عدد مرضى السكر في السعودية الحالة حدود 2 مليون مريض سكر، وهذا يشكل حدود 16% من المجتمع، عدد كبير صح؟ تخيل أن هذا مش شيء كذا الوحيد، أن عدد اللي عندهم احتمالية الإصابة بمرض السكر 25% من المجتمع. بالإحصائيات والأرقام اللي قلناها قبل شوية، هذا معناته أنك نادر ما تلاقي بيت في السعودية ما فيه مصاب بمرض السكر. كثير من مصابين مرض السكر يعرفوا عن تغذية مرض السكر، لكن ما تلاقي أحد يتكلم على رياضة مريض السكر. إن شاء الله إحنا اليوم حنحاول نعطيكم بعض المعلومات والأشياء اللي حتفيدكم في تمرين كل مريض السكر. في نوعين من أنواع مرض السكر. النوع الأول اللي هو معتمد على الأنسولين، وهذا عادة المريض هذا يحتاج يتمرن من 20 إلى 30 دقيقة في كل سيشن تمرين. لكن النوع الثاني من أنواع مرض السكر اللي غير معتمد على الأنسولين، هذا يتمرن من 40 إلى 60 دقيقة في كل سيشن تمرين. أفضل تمرين لمريض السكر، مريض السكر ممكن يتمرن يا إما أيروبيك يا إما يتمرن تمارين مقاومة. تمارين الأيروبيك مثل السباحة والمشي، تمارين المقاومة اللي هي تمارين بالحديد أو بالريزيستنت باند. الأفضل أنه يجمع ما بين النوعين هذه علشان يحصل على أحسن فائدة لنفسه. أي مريض سكر قبل ما يروح يتمرن لازم يدهن رجوله بكريم ومرطبات علشان ما يصير عنده أي تشققات، ولازم يلبس شراب سميك علشان برضه ما تجي أي إصابات في رجله. وعلى مريض السكر أنه يقيس سكره قبل وبعد كل سيشن تمرين، وعلى المدرب اللي يمرن مريض السكر انه يخلي معاه حاجة حلوة دايما في جيبه، علشان لا سمح الله اذا نزل السكر يكون معاه شيء سريع علشان يوازن له الوضع وما يهبط عند السكر. اذا ارتفع السكر عند مريض السكر ما بين 250 الى 300 ينصح انه ما يتمرن، او اذا صار عنده خفقان في القلب او اذا حس بكتمة خلال وقت التمرين المفروض انه يريح ويتمرن في المرة الجاية. تتوقع في رياضي محترف مصاب بالسكر؟ بصراحة أنا كنت أتوقع لا، لكن خلال البحث لهذه الحلقة اكتشفت يعني إن في رياضيين كثير جدا مصابين بالسكر ومستوياتهم جدا جدا جبارة، ورياضات اللي يمارسوها ما هي رياضات سهلة. عندك مثلا جي كاتلر، هذا جي كاتلر من اللاعيبة اللي يلعب كرة أمريكية في نادي شيكاغو بيرز. يعني تخيل أنت مصاب بالسكر ويلعب كرة أمريكية، أنت متخيل قديش يعني المجهود اللي يبذله؟ مو بس جي كاتلر الوحيد، عندك سكوت كولمن يعني سباح، يعني هذا سباح ومستوى عالي عالي جدا يعني، وهذا شيء يعني جميل لما انت تشوف رياضي بهذا المستوى بهذا الاحترافية ومصاب بالسكر تحس ان السكر هذا مجرد مرض عادي ممكن انت تتغلب عليه. ومو بس كذا، في مرضى سكر يمارسوا رياضات قوية زي جيمس دوغلاس ملاكم للوزن الثقيل. انت متخيل لما تكون انت ملاكم في الوزن الثقيل كمية المجهود اللي تبذله وكمية الضربات اللي ممكن تاخذها، قوة المنافسة في هذا الوزن ترى شيء جدا جدا جبار. إذا أنت كنت مصاب بالسكر فهذه ما هي نهاية الطريق وما هي نهاية العالم، ممكن هذه بداية رحلة جديدة وبداية رحلة لحياة صحية أنت حتنطلق فيها من الآن. فإذا كنت أنت مصاب بالسكر أو لك قريب مصاب بالسكر حفز أنه يتمرن ويبدأ اليوم، لأن ما في شيء مستحيل بغض النظر إذا كنت أنت مصاب منذ الطفولة أو جاك المرض حاليا. ونبغاكم تشاركونا في هاشتاج محارب الدهون وبعض الرياضات اللي تمارسوها وكل المعلومات اللي تقدروا تتشاركوا فيها معانا ومع مرضى السكر الثاني. إذا أنت مصاب بالسكر لا توقف تمرين،